أكدت شيخة هلا بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والأثار خلال لقاء ببرنامج مجتمع واعي، أكدت أن مهرجان صيف البحرين يأتي هذه السنة متنوعا ومغايرا تماما عن النسخ الماضية، كما أنه ينطلق هذا العام تحت شعار أقرب عن بعد. طبعا صيف البحرين علامة في برنامجنا الثقافي كل عام، فهذه السنة في مسؤولية كبيرة من خلالها نقدم نشاط يهدف لتفعيل كل ما هو جميل. طبعا مثل ما تشوفون يعني الأطفال انقطعوا عن الدراسة لمدة طويلة، فأعتقد أن هذه دور مهم للثقافة، إيصال معلومة مش فقط للترفيه ولكن للتعليم، للتنوير، الاستقطاب، يعني حتى الأهل أن نعطيهم فرصة أنهم يتعرفون على شيء مختلف. صحيح. هاي العالم الافتراضي اللي أصبح الحين وسيلتنا الوحيدة للتواصل خلق مساحات جديدة للابتكار، ابتكار نشاط جديد ولغة للتواصل جديدة ما كانت موجودة في السابق. صيف البحرين أقرب عن بعد، صيف افتراضي هذه العام، بس سمح لنا الفرصة هالعالم الافتراضي وقنوات التواصل الاجتماعية إن احنا نسمع من الناس، نسمع آرائهم. طبعا من بداية جائحة كورونا تواصلت الثقافة مع جمهورها من خلال مسابقات كثيرة، من خلال برامج أطلقناها عبر قنوات التواصل. فصراحة يعني أنا فخورة جدا بالكم الرائع للورش، أكثر من 60 ورشة معانا في هذه الصيف، كلها مسجلة من قبل ما يبتدي المهرجان وتعرض. فكل عائلة، كل طفل عنده القدرة أنه هو يدخل على أي ورشة يختارها في أي وقت هو يحبه. فأيضا هالعالم الافتراضي فيه جانب من الإيجابية. صحيح. يعني صيف البحرين مثل ما تفضلتي 12 سنة من قرية لمدينة ينتقل لمحطات البحرين كلها، لكن هذه السنة هو عالم افتراضي مفتوح ليس فقط لكل من هو مقيم بالبحرين ولكن مفتوح على العالم ككل. نعم. أكثر من 15 سفارة تفضلوا بالتعاون معنا بشكل رائع. يعني لما أقول لك الكتيب اللي أعديناه واللي موجود على قنوات التواصل وعلى الويب سايت للهيئة، على المحطات الإلكترونية كلها، يعني 72 صفحة، 72 صفحة من الفعاليات، من التنوع الجميل اللي بيحمله صيف البحرين هذا العام.